السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامجكم اليومي المتجدد ترحيب. بنركز في حلقة اليوم على التنمية والتخييم وعلى الطيور بعد ومواضيع أخرى رياضية تهمكم بإذن الله. بالفعل يا خالد، نرحب في مشاهدينا الكرام وكذلك مستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM في هذه الحلقة. ومثل ما قال أخوي خالد، نركز على دراسة الجدوى والمشاريع اللي عند تقديمها إلى بيت التمويل القطري. نعم بإذن الله. أيضا بنتكلم عن الانطلاق الرسمي لموسم التخييم إلى جانب حدث يهم المقناص، حيث سيشهد سوق واقف أو سوق الطيور في سوق واقف على المزاد للطيور، وإن شاء الله بتكون لنا وقفة مع هذا المزاد ونلقي الضوء عليه في فقراتنا الخارجية. بالفعل البداية راح تكون مع افتتاح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم المدينة العمارية المتكاملة بمنطقة مسيمير. تفاصيل أكثر عن هذا المشروع بنشوفها في هذا التقرير. انطلاقا من التوجه الحكيم للدولة لبناء مدن عمالية تضمن للعمالة الوافدة العيش في بيئة صحية ومتكاملة، افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المدينة العمالية الواقعة في مسيمير بالقرب من المنطقة الصناعية. وخلال الحفل شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة وسعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية فيلما وثائقيا عن مراحل تنفيذ المدينة العمالية الذي أشرف على إنجازها وتنفيذها المكتب الهندسي الخاص. تبعد المدينة العمالية التي تعتبر أكبر مدينة من نوعها في منطقة الخليج بمسافة 14 كيلومتراً من مركز الدوحة و13 كيلومتراً من مطار حمد الدولي، وتبلغ مساحتها الإجمالية 1,100,000 متر مربع وتستوعب 100,000 عامل. وقد صممت لتلبي احتياجات القاطنين فيها، حيث تضم إلى جانب المجمعات السكنية مركزاً تجارياً وسوقاً يضم 200 محل متنوع يناسب مختلف الأذواق والثقافات، وبها منطقة ترفيهية تحتوي على ملعب كريكت هو الأكبر في قطر، ومسرحاً يستوعب 17,000 شخص بالإضافة إلى 4 قاعات سينما حديثة. وتمثل المدينة بما تحتويه من خدمات صحية واجتماعية وأمنية نموذجاً حضارياً وإنسانياً يعكس حرص الدولة على خدمة الوافدين ضمن رؤية قطر وقناعتها الذاتية لتلبية الاحتياجات اليومية للعمال وتوفير بيئة معيشة مناسبة. نبقى مشاهدينا الكرام في التنمية، حيث بنتناول موضوع دراسة الجدوى واللي تترافق مع أي مشروع. فما هي دراسة الجدوى ومن يقوم بوضعها ومتى يتم وضعها؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله بنتعرفها مع ضيفنا الكريم. بالفعل يا خالد، أسئلة كثيرة نطرحها اليوم على ضيفنا في الاستديو سيد جابر بن علي الهدفة الرئيس التنفيذي لبيت التمويل القطري. مرحبا ومسهلا بك يا أبو علي معنا. مرحبا، الله يسلمك وأشكر قناة الريان على الدعوة ومسي على المشاهدين بالخير. ومشكرين على لا شكر على واجب يا ابو علي. في البدايه ابو علي، لو تعرفنا على يعني مصطلح الجدوى الاقتصاديه وايش نقصد فيها. طبعا دراسه الجدوى الاقتصاديه شرحها يحتاج لجلسات لكن احنا بنحاول نوصلها بصوره ابسط للمشاهد. تفضل. هي تقدر تقول انها خارطه الطريق، بوصله، جمع معلومات بحيث انك تحل المعلومات هذه وتشوف نتائجها على أساس تشوف الفكرة اللي عندك أو المشروع هل هو مجدي للاستثمار ولا مو مجدي. نعم. قبل أي خطوة ثانية، قبل لا يعني تدخل في خسائر أكثر، لازم الواحد يسوي دراسة الجدوى. إذا بغيت تروح الشمال ما راح تروح على خط سلوى تقول بروح الشمال، لازم الواحد يعني مثل خارطة الطريق يقول إنه يجمع المعلومات الصحيحة المشروع الفكرته بحيث تكون مناسبة. يعني بيكون عنده رؤية واضحة للمشروع اللي هو راح يقدم عليه، وحاسب كم بيكلفه
وكم راح المردود اللي راح يرجع عليه. صحيح. ويقرر من البدايه قبل لا يبتدي هل يكمل او لا. نعم. نعم ابو علي، موضوع خارطه الطريق اللي انت اطلقتها على دراسه الجدوى، هل يكون قبل المشروع ولا بعد المشروع او هو نص المشروع، وين بطل؟ لا شوف، هي تقدر تقول انها للمشاريع الجديده، حتى المشاريع القائمه، حتى لو عندك مشروع قائم بعد تقدر تسوي منها، تبي تتوسع، تبي تسوي منتج جديد، بعد تسوي دراسه جدوى. جميل. هل توسع ولا ما توسع، هل التوسع مجدي لك ولا مو مجدي، هل تكاليفه راح تستردها ولا ما راح تستردها. فدراسه الجدوى سواء المشاريع الجديده او حتى المشاريع القائمه. نعم نعم. بالي لو نتكلم عن من يقوم بوضع دراسه الجدوى، انا كشخص عندي مشروع او فكره مشروع، وين اتوجه عشان انا اسوي دراسه هذه الجدوى؟ هل هناك جهات متخصصه لهذا الامر انا اتوجه لها؟ طبعا في المكاتب الاستشاريه موجوده في البلد، وهي مرخصه من وزاره الاقتصاد ومعتمده لدى البنوك، سواء بنك التنميه او جميع البنوك العامله في الدوله. تروح لهم تكون فكرتك واضحة، تزودهم بالمعلومات بحيث أنهم تسهل لهم أنهم يعدون لك دراسة الجدوى. طبعا المكاتب موجودة ومعتمدة في الدولة. شو المقصود بعلي بالمعلومات الواضحة؟ يعني أنا الحين عندي يمكن ما في شيء على الورق، يعني ببتدي معاهم في الدراسة، فأنا إيش يعني مثلا عندي مشروع، لنفرض أي مشروع إن كان، يعني مثلا مصنع مثلا سمنت مثلا، او مصنع قوارب مثلا، فانا اتوجه لهم بايش المعلومات اللي هم يحتاجونها مني؟ طبعا لازم يكون عندك معلومات واضحه او شيء عن المشروع نفسه. يعني مو بتقول يا جماعه انا سوي لي انا ببزنس وسوي لي دراسه جدوى فكروا لي انت، بس تجي تقول لا، انت هل انت راغب شيء معين؟ هل انت مثلا عندك طموح، عندك هوايه معينه تبي تدخلها في التجاره؟ طبعا بالنسبه للمصانع، بالنسبه لهذه، يعني قبل لا تجيهم في متطلبات قانونيه ومتطلبات بيئيه. هل مثلا تراخيص وزاره الصناعه وتراخيص بيئيه، تراخيص هل مشروعك هذا راح يتقبل المجتمع، هل هو مثلا البيئه نفسها راح تتقبله؟ لازم قبل ما تجيهم، على اساس انك قبل ما حتى ما تتحمل الخسائر هذه، لازم انك تشوف مثلا تجمع على الاقل معلومات اساسيه، تسوي خطه عمل، بزنس بلان للفكره مبدئيه، بحيث انك تكون انت وانت رايح للمكاتب هذه تكون على الاقل عندك المعلومه الوافيه على الاقل فكرتك انت. نعم. يعني مثلا نعم. حتى لازم انك تكون مؤمن بالفكره هذه، مثلا انك على اساس انه تقنع الشخص اللي قدامك، مثلا انا عندي الفكره هذه وابي اطبقها، تساعدوني في دراسه الجدوى فيها. جميل. ابو علي، اذا جبت المعلومات هذه وانا حضرت لي فكره معينه ورحت، ايش الاشياء اللي الناس اللي بيستقبلوني في الاستشارات بيركزون عليها؟ ايش الاشياء مركز عليها في دراسه الجدوى؟ طبعا دراسه الجدوى تتكون من عده بنود. اول شيء يعني انت اذا جبت دراسه لازم تدرس السوق اللي موجود. هل هل المشروع الفكره هذه موجوده في السوق؟ وهل هي اذا موجوده حجم وجودها في السوق مثلا؟ هل هي مغطيه السوق بالكامل؟ اذا ما هي مغطيه مثلا تقول لا انا عندي مجال مثلا المنتج هذا او الفكره اللي بجيبها بتغطي الجزء اللي الباقي. هل هي موجوده ومغطيه؟ شو الميزه انك تجي؟ هل الجوده عندك احسن من الفكره مثلا؟ فكرتك احسن من الافكار اللي موجوده مثلا، ولا اي هل منتجك مثلا احسن من المنتجات اللي موجوده؟ طبعا هذه دراسه السوق، لازم تعرف منافسينك اللي موجودين، اسعارهم كم، تسوي دراسه مثلا هل المجتمع بيتقبل الفكره هذه مثلا؟ تقول تجي مثلا الشباب والله بسوي الفكره هذه، ايش رايكم؟ بتشترون مني؟ بتقبلون مثلا؟ هذه دراسة. طبعا بعدين ننتقل للدراسة الفنية. الدراسة الفنية هذه تعتمد على نوع الدراسة، هل هي صناعية، هل هي طبية، هل هي خدمية، هل فيها منتجات، فيها سلع، فيها. إذا صناعية شوي لازم أنك أنت كمكتب استشاري تعتمد على ناس صناعيين يعني يساعدونك، حتى المكاتب هذه يعتمدون على، بحيث أن تعرف الدراسة الفنية لازم تشوف المعدات اللي موجودة منين بتجيبها، هل المواد الخام مثلا متوفرة عندك؟ بتسوي مصنع لكن بكرة اكتشفت أنك ما عندك مواد خام، صحيح، شل فائدة المصنع؟ نعم. مثلا البعد، مثلا النقل، بتسوي مصنع مثلا في الشمال وسوقك في الدوحة هنا،
ما في مشكلة بتسوي هناك، لكن تكلفة النقل اللي موجودة لو سويتها هنا في الدوحة ممكن يكون أفضل لك يعني. لازم هذه كلها بعدين تطلع على الدراسة الاقتصادية، بعد ما تجمع المعلومات هذه السوق والدراسة الفنية تروح للدراسة الاقتصادية اللي هي مثلا تشوف كم بتكلف المواد هذه، كم بتكلف المعدات، كم بتكلف الأراضي، كم بتكلف الأصول كلها. في الأخير تطلع نتيجة، النتيجة هذه يا أنك تستمر في المشروع أو تهون، أو أنك تهون خلاص. يا ولد مشروعك ننصحك أنك ما تكمل فيه. لا تكمل. نعم، لأن تكلفته أكثر. اسمح لي بمحسن، أنت قسمتهم ثلاثة الحين، الاقتصادية تحديداً هل يدخل فيها مسألة المنتج هذا مثلاً؟ خلنا نعتبر أن الموضوع سلع وأنا بجيبها من برا ما هي بخدمية، هل يدخل فيها مسألة نجاح هذه السلعة من عدم نجاح مستقبل السلعة في الدولة اللي بتصدرها لي في الدراسة الاقتصادية اللي البارت الثالث من الدراسة؟ لا، هذه تعتمد على الدراسة الفنية. الدراسة الاقتصادية أنك تجمع تكاليف مثلاً تكلفة السلعة نفسها، عندك تكلفة، لازم تحسب تكلفة الرواتب الموظفين، الإيجارات إذا كان المكان مستأجر، المصاريف الثانية، عقب تحط احتمالات كم بتبيع السلعة. حلو، يعني عندك الحين مصاريف وعندك إيرادات، إذا كانت إيراداتك أعلى، إذا كانت إيراداتك أعلى من مصاريفك فأنت ربحان. حلو، إذا كانت متساوية أنت حققت مثل ما يقولون نقطة التعادل، يعني لا خسارة ولا ربحان. هذه اختبارات تسويها في دراسة الجدوى على أساس أن الواحد يعني يشوف مثلا مدى قياس دراسة الجدوى. طبعا هذه بعد في الأخير يبين لك كم المبالغ اللي تحتاجها، مو إذا سويت دراسة الاقتصادية مو بمعناه أن خلاص هذه تكاليفي مثلا مليون خلاص وقفنا، لا، هي الله يسلمك عندك تكاليف رأس مالية وتكاليف رأس المال العامل. مثلا أنت الحين المصنع والمعدات وهذه كلفت مليون، خلاص بالمليون هذا بشتغل، هذه أصول تعتبر. أنت بيلك مبلغ ثاني يشغل الأشياء، يشغل الأشياء. نعم، هذه عندك رواتب شهرية، الأشياء الدورية. نعم، أنت إذا سويت مصنع ما راح تربح من أول يوم ولا من أول شهر ولا يمكن من أول سنة بعد. صحيح، لازم أن يكون عندك المبلغ اللي يغطي شغلك مثلا لمدة سنة كاملة، يعني على حسب الدراسة. غير رأس المال اللي أنت حطيته في الأصول والأمور هذه. رأس المال في الأصول، لكن عندك رأس المال العامل هذا لازم أنه يكون متوفر عندك شيء دوري. نعم، نعم، على أساس. نعم، نعم. بل يمكن يعني تكلمت أو تكلمنا عن الجانب اللي بيسوي المشروع، لكن لو بنتكلم عن المكتب اللي أنا راح أتوجه له اللي هو راح يعمل لي دراسة الجدوى، منو إيش المؤهل المطلوب للمتخصص في عمل دراسة الجدوى لي؟ طبعا المكاتب الاستشاريه اغلب اللي يسوون دراسات الجدوى الاقتصاديه المحاسبين الاقتصاديين، طبعا في الفنيه يستعينون ببعض الخبرات، مثلا اذا صناعي يحتاجون مهندسين صناعيين، اذا طبي يحتاجون مثلا اطباء او مهندسين في المجال الطبي. فكل مثلا اذا في فندق في السياحه او شيء يحتاج مثلا خبير من السياحه، تعال عطنا بعض المعلومات من السياحه. كل دراسة تختلف عن الدراسة على حسب. نعم، يعني وهذا يقوم به المكتب نفسه، يعني حتى لو ما كان عنده متخصصين مثلا، خلينا نتكلم عن الجانب الطبي مثلا، هل هو يتوجه إلى متخصصين في الجانب الطبي يسألهم أسئلة معينة؟ نعم، للقيام بالدراسة. صحيح، يعني هو المكتب كتأسيس، يعني المكتب يكون يعني مثلا كدراسة جدوى اقتصادية يعني، لكن إذا فيه شيء أمور فنية يكون هو متعامل سواء مع خبراء محليين او خبراء من الخارج مثلا. نعم، انه تعال عندي المشروع هذا ابيك تدرس الجزئيه هذه فيه. حلو، مثلا حتى ممكن استعين. نعم، استعين بكذا واحد، بكذا خبير، يعني مو بخبير واحد مثلا. خبير مثلا في مجال البيئي، مجال صناعي، مجال بحيث انه على حسب الجانب الفني يعطيني رؤيه واضحه للموضوع. لكن بعلي احنا لو نتكلم عن خبراء، طبعا الخبراء اللي راح يكونوا موجودين داخل البلد افضل من اللي خارج البلد، ولا ما تفرق؟ او هو راح يتكلم عن جزئيات معينه ما لها علاقه بظروف؟ ما تفرق، يعني على حسب يعني الامور المحليه طبعا بيغطيها يمكن المكتب او الخبراء اللي موجود. لكن انت مثلا عندك معدات صناعيه خارجيه او عالميه، لازم انك تستعين بناس من برا. جابر ولتهم، قبل الختام ابغى انك كلمه توجهها للشباب تحديدا اللي وده انه يبدا المشروع، مستعجل عليه شوي، ايش ودك تقول له؟ والله أنا أقول لهم ابعدوا عن الاستعجال. لا، مو بالاستعجال، بس الثراء السريع هذا، يعني الواحد دائم نشوفها في المحاكم في القضايا، الله يبعد الشباب منها. آمين. يعني
يبدا المشروع وعقب يقول والله انا توهقت. انت يعني انا اشوف ان دراسه الجدوى خط امان لك يعني يا الشاب، يعني شبابنا ما شاء الله عليهم يعني عندهم طاقه ورياديين وكفاءه سواء الشباب والبنات، وفي افكار موجوده هنا. انا ادعيهم صراحه يستفيدون من التسهيلات اللي موجوده في البلد. الحكومه ما قصرت، وزاره الاقتصاد القت الحين الحد الادنى من راس المال، ممكن تسوي شركه براس مال 1000 ريال. بنك التنميه طبعا، الميزه في بنك التنميه طبعا هذا مع الخدمات مع المكاتب الاستشاريه، مع ان في اعلانات من بنك التنميه وفي الجرايد وفي في الميديا، لكن بعد الشباب يعني توجه ضعيف عليه. مو بنضعيف بس يعتمد على الحكومه، في والله خلاص عندي راتب وانا ايش لي برجع الراس مثلا. بنك التنميه يتكفل ب 70% من راس المال، لا يتكفل ب 70% من الخدمات الاستشاريه دراسه الجدوى. زين كلها تكلف اعتقد هذه، يعني لما تروح تدرس جدوى عند المكتب الاستشاري اعتقد كلها. طبعا لو تروح المكتب الاستشاري مباشره بيقول لك مثلا يعني 100,000 ريال، لكن لو في مكاتب معتمده في بنك التنميه تقول يا جماعه انا بياخذ بسوي دراسه جدوى على الفكره هذه، تسوي مثلا خطه بسيطه للبنك التنميه، هم يتحملون 70%، يعني من 100,000 ريال انت تدفع 30,000 ريال يعني. فانا اشوف التسهيلات موجوده، لكن احنا نبي الشباب يفكر، ونبي يعني مثلا افكار ومشاريع تنمويه رياديه مو مشاريع كماليه. يعني كلنا نسافر، كل واحد يشوف الافكار موجوده في البلدان الثانيه. نعم. شو اللي محتاجها في مجتمعنا. نعم، نتمنى التوفيق ان شاء الله لشبابنا باذن الله ان شاء الله. الله يعطيك العافيه سيد جابر بن علي الهدفه، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل القطري، بيض الله وجهك على هذا اللقاء الجميل واستمتعنا معك. الله يطول عمرك ويجيكم بيض الله صلى الله عليه وسلم. ما قصرت. شكرا يا ابو علي. مشاهدينا الكرام نطلع فاصل وبعدها بنتابع. منافسات أولمبيات الروبوت الوطني 2015 بمشاركة عشرات الفرق، خليكم معنا. عدنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد. اختتمت امس السبت بمركز الشقب في مؤسسه قطر منافسات اولمبياد الروبوت الوطنيه 2015 التي انعقدت يومي الجمعه والسبت الماضيين. نعم، واسفرت المنافسات عن تاهل 34 فريقا من مدارس الدوله المختلفه للمشاركه في اولمبياد الروبوت العالمي اللي تستضيفه بلادنا في الفتره من السادس حتى الثامن من نوفمبر الجاري. وسط مشاركة قياسية من الطلبة والمدارس أسدل الستار على منافسات أولمبياد الروبوت الوطني 2015 وسط أجواء مفعمة بالإثارة والحماس. وأسفرت هذه المنافسات عن تأهل 34 فريقا لتمثيل بلدنا في أولمبياد الروبوت العالمي الذي ستستضيفه الدوحة في الفترة من السادس حتى الثامن من نوفمبر 2015. أشرف على تنظيم أولمبياد الروبوت الوطني كلية شمال الأطلنطي في قطر تحت رعاية ميرس قطر للبترول والمجلس الأعلى للتعليم بالاشتراك مع قطر للبترول. كلنا فخر أن نرى هذا التقدم، هذا الاهتمام اللي سعت الدولة أن تزرعه في أبنائها من الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي. رأينا اليوم أولادنا وبناتنا وهم يقدمون حصيلة أفكارهم وإبداعاتهم. أولمبياد الروبوت الوطني شهد منافسة شديدة من المشاركين الذي فاق عددهم 1000 طالب من أفضل طلاب العلوم في الدولة، انخرطوا في 265 فريقا يمثلون أكثر من 100 مدرسة.
ويعد أولمبياد الروبوت أبرز عناصر برنامج جو روبوت الذي جرى إطلاقه في العام 2012 والذي يهدف إلى تأهيل مجموعة من أفضل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالي العلوم والهندسة. مشاركتنا في المسابقة الوطنية دليل على اهتمام وحرص مدارسنا والمجلس الأعلى للتعليم على تنمية المهارات لدى الطلاب، خصوصا المهارات العلمية اللي بيقدر من خلالها أنه يبدع ويبتكر في مجال علوم الروبوت. احنا في ميرسي قطر البترول فخورين ان احنا سبونسر حق هذا البرنامج. هذا من ضمن مسؤوليتنا الاجتماعيه التعليم، الصحه والبيئه، واحنا فخورين بالعدد اللي شاركوا اليوم من المدارس، اكثر من 1000 مشارك مقارنه ب 200 مشارك 3 سنوات مضت، واحنا ننظر ان شاء الله الاسبوع القادم للمشاركه والسبونسر حق الحدث العالمي، مشاركه 55 دوله وأكثر من 3000 مشارك في المسابقة. وقد أبهرت الفرق المتأهلة لجنة الحكام بمهاراتها الاستثنائية في تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على أداء سلسلة من المهام الصعبة في وقت قياسي، لتشكل بذلك أفضل المواهب التي أفرزتها برامج العلوم والهندسة في مدارس الدولة. أول ما دشيت المدرسة كان في بلغوني عن دورة للروبوت، فشاركت فيها، وبعدها قالوا لي عن المسابقة وقالوا لي إذا أحب أشارك فيها وشاركت فيها. قعدنا نبحث وندور عن الأفكار ولقينا الفكرة، وبعد الأجازة هذه السنة بدأنا نطور فيها. قررنا نسوي روبوت تساعد الناس إن ما يموتون داخل الكهوف، وتشتغل هي على بطارية. مشروعنا هو كاشف الكهوف، وأنا كإنسان أبي أستكشف الثروة الطبيعية اللي داخل الكهف، كيف إني أنا قبل ما أدخل أفحص الكهف. فصممنا روبوت يدخل إلى داخل الكهف مزود بكاميرات وثمانية سنسور وإضاءة، يشغل بالطاقة الشمسية، صديق للبيئة وفقاً لرؤية قطر 2030. يذكر أن فعاليات أولمبياد الروبوت العالمي ستنظم في الساحة الداخلية في الشقب بمؤسسة قطر، وستشهد مشاركة أكثر من 3000 طالب يمثلون نحو 50 بلداً من جميع أنحاء العالم. عدنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد، ننتقل إلى موضوع المحبب وهو التخييم، واللي انطلق اليوم موسمه رسميا على أن يستمر حتى 31 من مارس 2016، وذلك في العديد من مناطق ربوع البر القطري والشواطئ البحرية. نعم، مثل ما قال أخوي محمد، المزيد من التفاصيل حول الموسم الجديد معنا في الاستوديو سيد عمرو بن سالم، مدير إدارة نعيمي، مدير إدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية بوزارة البيئة. مرحبا ومسهلا فيك ابو سالم معنا في ترحيب. مرحبا بك، مسيكم بالخير ونشكركم على الاستضافه، ومسي اخواننا المشاهدين والمستمعين. مسيت بالنور والسرور يا عمرو. موضوع المخيمات تمت الموافقه على عدد كم؟ نعم. العدد اللي وصل هذا؟ والله السنه يعني يمكن اكبر عدد وصل 2322 مخيم اللي تمت الموافقه عليه. ما صار 2022؟ قريب منه يعني. بس ابو سالم، في طلبات تخييم تم رفضها يعني هاي السنه. اي نعم. اسباب الرفض عشان الناس تعرف يعني. نعم، اسباب الرفض هو كل واحد رفضناه ذكرنا له اللي هو وقت المراجعه هو وين يراجع، واسباب الرفض هي عدم استيفاء الشروط الموجوده في التخييم. مثل ايش ابو سالم؟ مثل العمر، مثل المخالفات السابقه، مثل الاشياء هذه. اي نعم. يعني في لازم اوقف عند هذه النقطه، مخالفات سابقه. اي نعم. لان في مفتشين يفتشون على المخيمات ويشوفون انها هي مستوفيه جميع الشروط اثناء التخييم في المواسم اللي السابقه اللي قبل. نعم صحيح. على الجميع الالتزام، لانه ممكن ما راح يعطونا تصريح. بالضبط، احنا نتمنى ان شاء الله ان الالتزام عشان يعني ما يصير لهم نفس اللي صار للشباب اللي رفضوا السنه. نعم نعم. جميل ابو سالم، موضوع مواقع التخييم سواء كانت البريه ولا اللي على الساحل. نعم. وش اهم المواقع؟ علمنا بها. المواقع اللي عليها طلب اكثر المناطق الساحليه او الاكثر المناطق السنه يعني اللي صار عليها اكثر تخييم فيها البحري بالنسبه للسيلين ومنطقه العديد، وبالنسبه للمناطق البريه اكبر اعداد اللي هي في منطقه المزروعه والملفائي. نعم. هذه المناطق الساحليه والبحريه واجد الطلب عليها، العدد فيها كبير يعني يمكن سيلين تركز وصل اكثر يعني. اي نعم، تركز اكثر، يمكن وصل في سيلين اكثر من 800 بالنسبه للمناطق البحريه، وصل في المنطقه المزروعه تقريبا 400 وعدد هالشكل. طيب ابو سالم، اكيد انتم عندكم يعني مساحه معينه. اي نعم. وعدد معين يجيكم كل سنه، فهل انتم مثلا عندكم او في بالكم ان ذكرت انت كم في سيلين حاليا؟ 800 تقريبا. 800 اي نعم. هل في حد اقصى او رقم
يعني اقصى عندكم انه يعني ما يزيد عن 1000 مثلا او ما يزيد عن 700؟ لان وين بيحطون مخيماتهم يعني؟ هو العدد الموجود هو العدد المناسب بالنسبه للمناطق هذه. يعني لو زاد العدد يعني المخيمين هم بتضايقون. نعم. فاحنا حطينا العدد بالنسبه للناسب المواقع المحدده في المنطقه. نعم. تعرف الحين بعض المناطق البريه فيها مشاريع، فيها عزف جواله، فيها مجمعات، فيها مزارع، فيها، فلازم تراعي كل الاماكن هذه وبعد كل حسب حدوده. وبعد انه كل بين عزبه وعزبه في مساحه في 500 بالضبط. متر تقريبا. نعم 300 متر بين المخيمات بين المجمعات. اي نعم. جميل. الله يعطيك العافية أبو سالم. اسمح لنا قبل ما نكمل هذا الحوار الجميل خلنا ننتقل إلى سوق الصقور في سوق واقف لنقل فعاليات مزاد الطيور لتواجد نديب قناة الريان إبراهيم النعيمي في المزاد. مساك الله بالخير يا أبو علي، الكلمة عندك. يا مرحبا بك يا محمد، حياك الله، أحييك وأحيي أخوي خالد بن محسن وأيضا المشاهدين والمستمعين الكرام. مثل ما ذكرت محمد، نعم احنا اليوم في سوق الطيور، وسوق الطيور يشهد اليوم عرس أو حفل اللي هو مزاد الطيور اللي ينتظره كثير من الناس. واللي بيكلمنا أكثر عن هذا المزاد أخوي سريع بن حمد الهاجري، رئيس وحدة سوق الطيور. حياك الله يا أبو حمد. الله يحييك ويبقيك إن شاء الله، طول عمرك أبو حمد. كلمنا وعطي المشاهدين أكثر عن هذا المزاد، أعتقد أنه الثالث السنة. نعم، أول شيء مسي عليهم بالخير. هذا المزاد هو النسخة الثالثة إن شاء الله. نعم، واللي تنعرض فيه ان شاء الله الطيور، وان شاء الله خليناه العام اولة العام كنا صدف ويكند، بس انه ان شاء الله على اراء اهل قطر قالوا خلينا لنا ان شاء الله مو هو بويكند، ولبينا رغبتهم ان شاء الله وخليناه يوم يصادف مو بويكند يعني. نعم، يمكن ابو حمد يكونون في اجازه الاسبوع قنوص العالم ولا هم موجودين. نعم، قلنا هذا هو المزاد الثالث. اي نعم، هذا النسخه الثالثه للمزاد. نعم، تكلمنا عن انواع الطيور اللي بتنعرض وشرط انه يكون وحش الطير. اي نعم، انواع الطيور طال عمرك اللي هي الحرار والشواهين. نعم. الفروخ وقرناس الهواء والاباكير بس. نعم، شرط انه يكون وحش. شرط انه يكون وحش وقرناس هواء بس بكر. الثنو وطالع ما يدخل مزاد عندنا. ايش اللي مرغوب اكثر ابو حمد تشوفه يعني، او الاقبال عليه اكثر؟ والله الاقبال على الشاهين. نعم، الشاهين بشكل عام، سواء كان فرخ ولا قرناس هواء. والحر بعد له زباينه. يمكن الحر الطيب، الحر الكاشف يكون الحر اللي يفرض نفسه. نعم. بحمد، يمكن احنا نعرف المحلات اللي بيشتري من محل شرط انه انا افحص الطير. نعم. اوديه وافحصه اذا ما في مرض، ما في كسور، ما في شيء، ولا اذا طلع في شيء ارجعه الى المحل. نعم. النظام ماشي نفس عندكم؟ ماشي، وسويناه العام وسويناه السنه. نعم. اول ما يشتري الطير ان شاء الله يقدر من نصيبه عنده العياده فاتحه ويفحص الطير، ان كان سليم الله يبارك له، وان كان في عذروب الطير يقدر يرده، ما في اي مشاكل. وحنا حاليا العياده فاتحه؟ حاليا فاتحه العياده، والدكاتره كلهم في العياده يستغلون الطيور اللي تنعرض في المزاد. نعم، شلون بشارك اذا بشارك انا في المزاد، سواء كان عندي طير وحش ابغي اعرضه في المزاد او ان انا جاي ابي اشتري طير؟ والله ما عندك مشكله فيها، كان عندك طير هذا على قولتهم ابرك الساعات عندنا، بالعكس هذا شيء يفرحنا ويفرح جميع اهل ملاك الطيور. يعني كل ما كثرت الطيور كل ما زان لهم يعني قولتهم الطيور لها نظرة، كل طير لها نظرته. نعم، حكم انك رئيس وحده سوق واقف اكيد انك عارف سوق واقف الطيور، اكيد انك عارف العدد اللي الموجود، شو تشوف المقارنه بين السنين اللي راحت السنتين؟ والله العدد ان شاء الله انه مقبول، وان شاء الله شو تتوقع الاسعار قبل لا نبدا الحين؟ والله اتوقع الاسعار متناول الجميع، يعني بالنسبه للشواهين لانها طارت السنه يعني تعدت ال 100 وال 200 300 الفروخ. نعم صحيح، لكن ان شاء الله نتامل خير في ذي المزاد ان شاء الله. ان شاء الله بتكون اغلى يعني من السعر هذا؟ والله العلم كله عند الله، لحد الحين العلم عند الله، لكن نتامل خير ان شاء الله. كم يوم المزاد ابو حمد؟ يوم واحد، لكن نتامل ان شاء الله انه نخليه كل يوم احد، كل يوم احد نسوي المزاد على طول الموسم، موسم الطيور. ما شاء الله، هي بشاره اكيد حق هالطيور. يبشرون بالخير ان شاء الله، ولا احنا مقصرين وياهم، احنا هم كلمونا العام عن ما يبون ويكند عشان القنصه والسفره، ولبينا طلبهم ذي السنه، خليناه يوم عادي يوم الاحد. بيض الله وجهكم وبيض الله وجهك يا ابو حمد على هذا الحضور، ونتمنى لكم ان شاء الله مزاد لك والجايين يشترون الطيور وموفقين ان شاء الله. وجهك يا بيض، وجهك يا بيض، طال عمرك، ولا شيء، طال عمرك يا مرحبا. ايضا مشاهدينا الكرام، معانا واحد من اللي جايين يشترون طيور وحاضرين المزاد، حياك الله، حياك الله ابو عمير. الله يحييك ويبقيك.
حسن بن عمير النعيمي أكيد معروف في القلايل وجاي اليوم شو تدور طير القلايل؟ والله ندور طير القلايل وغير طير القلايل، أنا جاي مع واحد من الربع يدور له طير وياي وياه. وش الطير اللي يدورونه؟ يبي له فرخ شاهين، وإحنا ندور بعض الطيور اللي ذا طيور الزينة اللي عادها من خشة في المحلات وطلعت نحاول نشتريها، ما عندنا مشكلة يعني، خصوصا الطيور اللي ما ياتوا في السوق. يعني انت حاضر المزاد ان في طيور ما نزلت في السوق؟ نعم. وبتنزل في المزاد؟ نعم، اللي ما نزلت في المحلات بتكون برا او شيء وبيجيبونها اليوم المزاد، بيجيك كل طير موجود في قطر بي. صادق العام. وش حضرت انت العام وولت العام المزادات؟ العام والله سمعت عنه ان نزلت اسعار الطيور، لكن السنه الطيور في يعني شاحه من السوق، ما في لا فروخ الشواهين والحراره قليله والطيور الحمر قليله، لكن يمكن المزاد يطلع الطيور النوادر يطلعها. صادق. شو تتوقع الاسعار ابو عمير؟ والله اتوقع انه شوف المزاد يا يرفع الطيور يا ينزلها، واحنا توقعات الناس انها بتنزل الطيور، فاول طير ثاني طير بيبين المزاد كله يا ترتفع يا تنزل. يمكن بعد مثل ما ذكرت ابو عمير بعض الناس اللي عندهم طيور ما يبغى ينزلها المزاد، بيشوف اول طير اول طيرين اذا كان السعر مناسب بينزل، واذا نعم نعم اول طير ثاني طير هاي ما في، تشوف يا الطيور تزيد يا تقل الطيور بعد اول طير ثاني طير. عرضوا الفرق شاهين الحين شو تتوقع كم بيروح؟ والله اتوقع انا من فوق الخمسين، ما هو من دون الخمسين، اذا هو يعني قياسه من 15.5 وفوق بيروح بسعر طيب، اذا قطعتها طيبه بيروح بسعر طيب. زين مثل انا بشتري ابو عمير، انت بتشوف الطير تشتري على يد الدلال ولا لازم تشله؟ لا انا بشله بشوف في روز ما في روز، بوزن الطير بشوف يمكن في ريش مكسر، انا ما اقدر اخلي على يده، لازم انا نقيسه ما اخذ بقياسه هو، ان اللي بيشتري له قياس والشريطي له قياس. والطير المرغوب سواء كان الحجم او الوزن او النوع الجوره هو القطعه، هي تعتمد على القطعة، بس الشاهين يكون قطعته زينة ومن 15.25 وطالع وفوق، ما يكون أقل من 15.25. بيض الله وجهك أبو عمير حسن عمير نعيمي، وإحنا ما نبي نعطلك عن المزاد، موفق إن شاء الله. موفق خير إن شاء الله. نعم مشاهدينا الكرام، هذا المزاد بدأ الحين، ونتمنى إن شاء الله للجميع التوفيق. هذا اللي عندي من سوق الطيور، ونشوف بعض اللقطات من المزاد وياكم، وان شاء الله ان شاء الله بنرجع وبنسولف وياك. وزن 930 الوزن. من يفتح بابه 30 ألف أفغاني، 30 ألف فتح بابا، 30 ألف شاهين فرخ. من يزيد أفغاني 30 ألف الوزن 930. حد عند زوج
شفنا مشاهدينا لقطات من المزاد القائم حاليا في سوق الطيور في سوق واقف. نشكر نديبنا ابراهيم النعيمي وضيوف اللي كانوا معاه، وان شاء الله ان الله وفق بنرجع له ان شاء الله مره ثانيه. واحنا هذا المزاد شغال، ونتمنى التوفيق للمنظمين هذا المزاد، ونتمنى التوفيق للبائعين والمشترين. نرجع حق ضيفنا ابو سالم. يمكن يعني تكلمنا عن تخييم واجراءات التخييم، لكن ان شاء الله ان كل يسمعنا يعني متقيدين بجميع الضوابط وضوابط التخييم، لكن الاجراءات المتبعه انتم من قبلكم في حال المخالفات، ايش هي الاجراءات وشلون انتم تعرفون؟ هل انتم تقومون بعمليات يعني بدورات او حملات تفتيشيه على المخيمات اثناء الموسم؟ نعم، المفتشين موجودين هم اصلا في الموسم وقبل الموسم وبعد الموسم، لكن المخالفات او الاشتراطات الموجوده على او المخالفات على نوعين، فيه مخالفات للشروط الموجوده في التخييم، وهذه يتم بالإنذار صاحب المخيم بتعديل وضع المخالفات الموجوده في الشروط اثناء التخييم. يعني تعين لك شيء في المخيم مخالف للشروط الموجوده، تنذر صاحب المخيم هذا يعني التزم بالشروط فيعدل وضعه ويتم استمرار بدون اي مشاكل. نعم. وهم الحمد لله الحين صار لهم عده سنوات الحمد لله يعني ملتزمين، او انهم يعني صارت عندهم خبره في الشروط وفي الضوابط. نعم، هذا اذا عدل وضعه. ما عدل وضعه يتم يحال الموضوع الى موضوع اداري، وهذا اللي ما نتمناه، يعني ينسحب الترخيص ويلغي الترخيص من المخيم ان شاء الله. نحن باصين المراحل ان شاء الله. بالاضافه الى مخالفه القوانين هذه لا يطبق عليها، يفتح محضر ويرفع للجهات الامنيه. نعم، والمفتشين دائما موجودين. اي نعم موجودين ان شاء الله. جميل. ابو سالم، مساله الغرفه اللي شكلت من قبل وزاره البيئه، غرفه العمليات اللي تعمل على مدار الساعه، ايش دورها اللي بتسويه ان شاء الله؟ غرفة إدارة العمليات هذه موجودة في وزارة البيئة، إدارة العمليات البيئية، رغم التواصل اللي هو 998. هذه حلقة تواصل بين المتصل، أي شخص متصل يعتبر من المخيمين أو خارج المخيمين أو مبلغ عن أي اعتداء على البيئة أو أي ملاحظة في البيئة، هذه حلقة تواصل بين المفتشين وبين المتصل نفسه يعني. نعم. احنا ممكن تكلمنا ابو سالم عن المخالفات وعن وعن امور معينه يعني ولازم الجميع يلتزم بها. صح. لكن يعني شددت الوزاره على مجموعه من الشروط والارشادات اللي على المخيم لازم انه يلتزم فيها، لو تحدث عنها. هذه الشروط الموجوده مثل ما قلنا ان شاء الله ان يعني اخواننا المخيمين قدهم عارفينها، بس من الشروط او اهم الشروط الموجوده بالنسبه للمخيمات البريه اللي هي عدم تجريف التربه وعدم قطع الاشجار والالتزام بالشروط الموجوده في المخيم والالتزام بالقوانين البيئيه اللي تصاحب المخيم يعني قبل المخيم وبعد المخيم. فهذه مثل ما قلنا الشروط هذه اللي يعني عدم فتح مكبرات الصوت في المخيمات، لانك انت كمخيم رايح يعني تبي تستمتع بالجو اللي انت مفتقده في المدينه يعني. نعم. يعني بتريح من الاصوات بتريح من هذه، فرجاء يعني عدم يعني وضع مكبرات الصوت على الاخر، وهذا يعني مثل ما قلنا ازعاج الاخرين الموجودين. ازعاج الاخرين. نعم. اي نعم، ازعاج الاخرين المخيمين، ازعاج العزب الموجوده قريبه من المخيمات. نعم. وتكلمت عن بعد التزام بالضوابط البيئيه بعد التخييم. نعم. ايش تقصد فيها بسرعه؟ انا قصدي بعد التخييم في ناس يروحون يعني للبر بعد التخييم، بعد موسم التخييم قلنا 31 مارس ينتهي، في ناس يروحون في شهر 4 شهر 5 يبون يستفيدون من المكان. نعم، يستفيدون من المكان، والسنه الجايه تبون المكان، بس انك انت يعني تلتزم بالقوانين البيئيه بعد موسم التخييم، مش بس في فتره موسم التخييم. هذا اللي نتمناه من اخواننا ان شاء الله انها تتم باذن الله. الخميس اللي طاف يا ابو سالم قاموا هالخيام وهالمخيمات نزلوا خيامهم رتبوا الامور، شلون كانت المرحلة ذي وهل تم رصد أي مخالفات؟ الحمد لله لين اليوم ما تم رصد أي مخالفات، وهذا يعني بالتعاون مع أخواننا المخيمين والشباب اللي في الميدان اللي هو المفتشين، تم وضع أو يعني إعلام المخيمين بمواقعهم من يوم الخميس، لأنه صادف الويكند اللي هو الخميس والجمعة والسبت واليوم الانطلاق الرسمي. نعم. فتم إعلامهم بمواقعهم وتم وضع بعض الخيام، يعني نقدر نقول من الناس اللي دفعوا واستكملوا مرحلة التسجيل
يمكن 70% من الناس نزلوا في خلال ثلاثة أيام هذه. 70% تقريبا. 70 من المخيمين اللي تم دفع المبلغ واستكمال. بدون الحمد لله بدون أي مخالفات. الحمد لله لليوم إن شاء الله ولا نتمنى المخالفات. إن شاء الله. وسالم طبعا المخالفات هذه وضعت أنا أقول مش بس فقط ضد المخيمين. صحيح. لا إلا لصالحهم ولصالح البيئة ولصالح الشعب كله لصالح الناس كلهم. بالضبط. حتى المكان اللي أنت فيه بكرة بيجي غيرك يعني. لكن لو بتكلم سالم عن الجهود التوعوية أكيد إن عندكم جهود توعوية توعي فيها الناس اللي بيخيمون. إيش جهودكم التوعوية لإرشادهم وطلعهم على الأمور البيئية وشون يلتزموا فيها؟ في تنسيق بين الإدارة وإدارة العلاقات العامة عندنا في الوزارة بإعداد مطويات فيها الشروط وفيها كل ما يلزم المخيمات لتوزيعها على المخيمين إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى إرسال رسائل شبه أسبوعية لكل المخيمين بالنسبة للشروط تذكيرهم بالشروط، ويعني فيه بعض الأفلام الصغيرة إن شاء الله بتنعرض في القنوات بالنسبة للتخييم. نعم. جميل. أبو سالم موضوع التوعية أعتقد أنه موضوع مهم جداً. وعلى اختلاف المراحل يعني ما يقتصر الموضوع على الفئة اللي هي دائما تخيم حن والشباب المرحلة ما بينه يعني مرحلة التخييم الربع اللي دائما يخيمون صح. حتى الصغار أعتقد لهم علينا حق مسألة ليش التخييم لازم نحن نحافظ عليه كموروث زائد نحن نبقي المكان اللي بنجيه مثل ما جيناه وأحسن صح. المرحلة أيضا الجامعية هل في تعاون بينكم وبين مؤسسات تعليمية مثلا في إيصال نقاط معينة هل في توجه يكون في تعاون مستقبلا؟ والله هو فيه يعني ان شاء الله بيننا وبين يعني احنا فاتحين يعني التعاون التعاون لكل الجهات الموجوده في سواء المدارس سواء الجامعات سواء المؤسسات سواء البنوك سواء اي يعني من الجهات المسؤوله في الدوله احنا فاتحين يعني المساعده معهم فاتحين العلاقات العامه هم مقصرين ان شاء الله يتواصلون معاهم بالنسبه للتثقيف بالنسبه للتوعيه المطلوبه منا توقع انه مهم ان واسمح لي بمحسن توقع انه مهم ان اللي في المدرسه مثلا تصله الرسائل هذه ان البيئه يجب المحافظه عليها والاشياء هذه كلها هل مهم انه يعي بالاشياء هذه في الفئه العمريه هذه تعتبر من الاساسيات لانك قاعد تنشي جيل واعي بالبيئه صحيح يعني وهذا من اهم الاشياء الموجوده اللي يجب ان يعني من البيت عندنا مو لازم من المدرسه من البيت عندنا نمشيهم على الاشياء هذه نعم يمكن بعد لو نتكلم عن التراث والموروث يمكن تكلم محمد جاب طاري التراث والموروث شبابنا قبل كانوا محافظين على البيئه بالفطره صح. محافظ على بيئته هو بالضبط. يعني مثلا ما يسرح حلاله اذا طق المطر مثلا صح هذا شيء يضر الرواد ويضر فالامور يعني مثل ما تقول هي متوارثة أصلاً لكن بعض الناس يعني يمكن يعمل أشياء بغير قصد ويضر فيها البيئة فهنا يجي دوركم أنت وزارة البيئة لتوعيتهم مثلاً نوع التوعية هذا المخيم اللي يعني اللي زوار المخيم يعتبر لهم توعية اليوم يعني إذا طلعت أنت مع عيالك مع عيال عمك مع الصغار وسوى شيء غلط وعلمته الصح هذا يعتبر توعية لك أنت كنشأ يعني على الجيل القادم ان شاء الله نعم. فينشا على انه يتعلم ان هذا الصح وهذا الغلط يعني يمكن تعلم في الاشياء في المدارس او تعلم في المدينه ان هذا غلط وهذا صح لكن لما ينتقل للبر المده هذه 5 شهور يعتبر درس ما ينسى اليوم احنا نتذكر الحين يعني مثل رحلات قديمه ما تنساها فيها اشياء يعني تعلمتها ما تنساها نعم. ومتواصله معك نعم. وهو ينقلها حق الجيل اللي بعده فتعتبر يعني من الموروث ان شاء الله اللي ما ينقطع عندها القطر ان شاء الله باذن الله الله يعطيك العافيه وسالم لنعوده معك ولكن خلينا نروح للحين الى سوق الصقور في سوق واقف لنقل فعاليات مزاد الطيور مع ابراهيم النعيمي مساك الله بالخير يا ابو علي مره ثانيه الكلمه عندك يا مرحبا بك اخوي محمد حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ويانا اخوي توين بن حمد المري مشرف وحده سوق الطيور حياك الله يا ابو حمد مرحبا الله مساك بالخير مرحبا يعطيك برضه العافية أبو حمد بدأ المزاد وشفنا أول طير ما انباع وهذا ثاني طير إيش رأيك في المزاد؟ طال عمرك هذا يكون متحفظين شوي الناس خايفين يكون في طير بعدها أو شيء فعلشان كذا ما يتحرصون ما يستعجلون عنهم مشترى الطير ويتحسف عقب إنه شرى الطير اللي طاب وهذه مشكلتهم زين يمكن ينتظر طير ولا هو موجود يمكن طير أكبر ولا يعني نوعه أجيد من هذا النوع ولا راح هذا الطير إذا راح الطير هذا تحسف إنه شرى الطير اللي طاف. نعم. هم الجماعة متحفظين يمكن كتشوف صومهم الطير اللي قبل شوي يسوى أكثر من قيمته. أبو حمد أنا حضرت العام في المزاد وشفت ناس شروا طيور مثل ب30 وعقب ما خلص المزاد باعوها بأسعار فوق 40.
نعم صحيح، في طيور انباعت على 30 وعلى 40 وانباعت عقب المزاد على 60. فبعض الناس مثل ما قلت لك يتحفظ على انه يشتري الطير اللي بعده، ويطلع الطير اللي بعده اردى من الطير اللي قبله. ما الناس تشتري على وصف الطير وشكل الطير وقياس الطير، لا يقول لا هذا الطير 15 ونص بيجيني 16. هاي مصيبه ذي توهق الواحد فيها. زين بحكم انك تعرف الطيور اللي موجوده، في طيور تنزل ازين من هذه الطيور ولا هي بالقرعه يدخلون؟ كيف نظام تدخيل الطيور؟ والله بالقرعه، الارقام حن رقم وبالقرعه، الطير الاول الطير الثاني الطير الرابع الطير العاشر ما يندرى. الطيور كلها طيبه بيني وبينك، كلها طيبه، كلها من مواكر حي طيبه وحيه جدا، مش انها مواكر عاديه. ابو حمد انا اشوف اللي زايدين يزودون هني اكثرهم هالمحلات. صحيح، لان هالمحلات يشترون ويصرفون، لانه يشتري يعرف الطير هذا انه طيب ويستاهل قيمته. الناس لا متحفظه على انها تشتري غيره ويتوهق، واخر شيء يرجع يشوف الحين يشترون هالمحلات ويرجع يشتري من عندهم ثاني مره. يعني ما يشتري من زاد يرد ويدفع عليه اكثر في المحل. نعم صحيح. شو تقول حق المشاهدين؟ في طيور مقشوشه بتجي طيور جيده؟ الطيور كلها طيبه ان شاء الله، واللي بيجي اطيب، كلها طيور طيبه. والواحد يشتري على الشكل، مش قاعد ينطر له طير عجبه الطير اللي جاء، حتى لو انه ما امل في غيره يشتريه لانه ثاني مره ما عاد يحصله. الطيور كلها وحوش ابو حمد، المصقور ما يدخل؟ لا لا كلها وحوش، بين شواهين وحرار كلها وحوش، وكلها وحوش اصيله، ما فيها تفاريخ ولا فيها قرناس بيت ولا فيها مصقور. بيض الله وجهك يا ابو حمد، اتمنى لكم التوفيق في هذا المزاد. مرحبا، وبيض وجهك ان شاء الله. الله يبقيك. مشاهدينا الكرام، ايضا معانا محمد بن عبد الله بن عفيشه صاحب محل روضة الفرس، وبناخذ وبنعطي وياه بنتعرف عليه. عبد الله بيض الله وجهك ابيض، نورك وجهك ابيض، الله يرحم والديك. والديك ابو عبد الله، نشوف الكاميرا عندنا، شفنا نعرضه الحين طيرين من ضمن الطيور طيرك. صحيح نعم. ايش رايك في المزاد؟ والله تو المزاد بادي، وان شاء الله نامل انه ان شاء الله يتطور اكثر واكثر، لان تعرف الطيور بلدان ورغبات لها، في ناس يرغبوا الايراني، ناس يرغبوا المصري، ناس يرغبوا العراقي، وعلى حسب، والطير الطيب يفرض نفسه. نعم، انت الطير الثاني اللي عرضته بعته؟ الطير اول واحد بعته، لا اول واحد مو طيري، ثاني طير هذا بعته انا اذري، والحين ان شاء الله بعرض بعد قرناس هوا بكر. نعم ان شاء الله في المزاد، وعندنا والله عندنا فروخ وعندنا حرار، ونتمنى ان شاء الله ان يعني هذا سوقنا، والله نبي له يعني انه يطلع ان شاء الله وانه ينافس المزادات اللي برا، لان احنا صراحه قاعدين نسمع مزادات خياليه في السعوديه وفي الكويت، حتى المزاد في مصر، وصل المزاد في مصر للحين وارتفعت اسعارها. والله احنا نامل يعني يكون عندنا سوق ان شاء الله نشيط، والمزاد عندنا، ونتمنى المزاد اسبوعيا يصير حركه في السوق، بيع وشراء، هذا والله اللي نتمنى. نعم اسريع بشرنا وقال ان شاء الله انه بيكون كل احد المزاد، لكن الطير ابي انشد عنه اللي راح اذري اذربيجان. اذري نعم اذري، بس صغير مقاسه مو بعود، يمكن 15 مقاسه. 15 وزنه؟ والله ما ادري بوزنه، عند الربع وزنه، انا ما وزنته. نعم. لكن في عندنا طيور، عندنا قنابل موجوده، لكن نبي نشوف بس السوق، اذا شفنا سوق احترق نزلنا كبار، عندنا 15 ونص فوق، عندنا 16، عندنا طيور طيبه. بس نشوف حركه السوق، اذا السوق يشجع دخلنا بطيور طيبه ما عندنا مشكله. بس هذا تخبر نطلعينه في البدايه، نشوف وضع السوق وحركه السوق وش هي. هي اليه المزاد، انت تختار اي طير تنزله اول والثاني والثالث، ولا بالقرعه كلها؟ لا 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 على كيفك، انت صاحب المحل ينزل اي طير يبي، عنده اولويات، يبي طير هذا طير ثاني طير ثالث، يقدر قبل يدخل الطير يرجعه وينزل طير ثاني. انا كنت بنزل فرخ بعد الفرخ هذا، بس شفت الحركه شوي قلت لا خلني اشوف القرناص وبعدها بنزل فرخ ان شاء الله، ما عندنا مشكله ان شاء الله، وطيور طيبه ان شاء الله، عندنا طيور طيبه. كم طير عبد الله تنزل اليوم؟ والله حاليا انا حاط لي تقريبا الحراره يمكن 7، وعندي من الشواهين قرناص وثلاث فروخ، هذا اللي بنزلها. وعندي شيء صراحه ان شاء الله اذا شفت ان الحركه قويه والمزاد قوي، عندي طير طيب بنزله ما عندي مشكله، واذا والله شفت الوضع ها ما اقدر اغامر في الطير الطيب، لا نتخبر الطير الطيب بنظره، اذا دخل هنا ولا ان شاء الله احترق خلاص. دخلت لازم تبيعه او انك تسحبه وتخليه عندك. زين عبد الله، انتوا هالمحلات شوف المزاد يخدمكم؟ والله يا اخي شوف المزاد على حسب الناس الموجودين، الشرايه، اذا في ناس موجوده شرايه وصار تنافس يخدمنا، واذا العدد مهم متوفر ولا في تنافس ما يخدمنا صراحه.
يعني عندنا البيع التصرف برا، لان شوف كل شخص عنده زباين معينين برا، يعني عنده ناس كل سنه معروفين هذول عنده موجودين سنويا يجي ياخذ من عنده طير، لدرجه اني قدني عارف الحين زبايني وش يبي، لجوني الطير الفلاني بالمقاس وبالحجم بالمواصلات بالوزن، اقول هذا طير فلان خلاص معروف، ادق له تليفون طيرك موجود يجي يشله على طول. ايش شكل هذه طريقتها. بيض الله وجهك ابو عبد الله، اتمنى لك التوفيق. الله يرحم والديك، يجزاك خير يا ابو علي. الله يرحم والديك، الله يطول عمرك. مشاهدينا الكرام، ايضا بنحاول ان نلتقي مع الناس اللي شروا طيور بعد شوي ان شاء الله، لنا رجعه وياكم. رحيم ابو علي، سمعني ابو علي. نعم وياك، مرحبا وياك ابو علي. عمرو بن سالم يبي فرق شاهين، نبي احنا. عمرو بن سالم يستاهل، بس لازم يحضر هو بنفسه. بيحضر ان شاء الله، بس احنا اللقاء معانا وسوق الطيور قريب، لكن ابي احنا نعرف منك اجواء الاجواء اللي انت رايك انت في المزاد. والله شوف، بدايه المزاد انا اشوف الطيور اللي نزلت كلها طيور صغار شوي، واسعارها زينه مناسبه، مثل ما ذكر اخوي محمد بن عفيشه يقول انا ما انزل طيوري كلها، اشوف السوق، اقيس النبض في السوق، اذا الاسعار زينه وفي ناس تشتري اكيد بنزل طيري، لان الطير اللي بينزل المزاد يا اما ينباع او بينزل سعره بعد المزاد. نعم، فكل واحد يحافظ اللي عنده طير زين ما راح ينزله في البدايه. احنا بنشوف اكيد بدايته فروخ شواهين، بدايتها كلها فروخ شواهين. أيه. وبنشوف ان شاء الله قرانيس هواء وبنشوف فروخ حرار. ابراهيم، الحين الناس اللي حاضرين المزاد يعني ما يقدرون يشوفون الطيور قبل لا تنزل للعرض؟ ما يشوف الا في ساحه العرض، لكن من حقه انه ياخذ الطير على يده، يوزنه، يقيسه. أيه. يقلب الطير قبل لا يشتري، يعني ما هو بشرط انه يشتري وهو على يد الدلال. نعم. وتعلن المقاسات هذه كلها، تعلن الجميع ابو علي؟ أكيد كل واحد له مقاس يبغي، بعضهم يبي الطير الكبير، بعضهم يبغي الطير الوسط، بعضهم يبغي الطير الصغير، وأكيد الطير الكبير هو اللي يفرض نفسه في الساحة وفي السوق، هو اللي مرغوب. أبو علي، الحضور شلون عندك؟ والله ما شاء الله المكان مليان والحضور كثير، لكن الناس أحس أنها يعني متحفظة نوعا ما، مترددة، لكن بعد شوي إن شاء الله بنشوفهم بيقدمون. ثاني طير ما بعد جات طيور، إن شاء الله أعتقد إذا جات يا أبو علي أن الأمور قد يحسن إن شاء الله. موجودة الطيور في المحلات مثل ما ذكر أخوي محمد، لكن ما هو بنازلة إلا على حسب البيع والشراء في السوق والأسعار. إن شاء الله، أتمنى لك التوفيق يا أبو علي، وأتمنى التوفيق لهم كلهم. عندك ضيوف يا أبو علي؟ نعم عندي ضيوف ما شاء الله موجودين، حياكم. عندك يا أبو علي. حياك الله ونتعرف عليك. الله يبقيك. حمد بن عبد الله بن عبيجة شوالي. ونعم. حمد، إيش رأيك في المزاد اليوم؟ والله يا أخوي توه بادي المزاد الله يسلمك، وعادنا ما عرف الذي حين توه اول طير رايح ونشوف، والمزاد خبري بله جمهور، الجمهور في المزاد مطلوب. عبد الله شوف الحضور واجد ما شاء الله، لكن السوم قليل، ما حد يسوم، اكثرهم يسومون هالمحلات. صحيح، الحضور واجد والسوم قليل مثل ما تفضلت، ما يسومون لهالمحلات، او الناس اللي تخبر يبي من وراء شيء بعد. اي نعم، والاسعار نشوفها يعني ضعيفه، ما هو باسعار فروخ الشواهي. فعلا الاسعار ضعيفه، الاسعار ضعيفه واجد، ولي باسعار فروخ الشواهي. يعني تتوقع ان السوق بيحمي شوي وبتشتري الناس، لان نشوف العدد يمكن ما شاء الله فوق ال 500 شخص. اذا نزلوا اهل الطيور طيورهم ووقفت على قيمه نازله وسحبوها واحد وسحب الثاني وسحب الثالث، احتمال انه يرتفع اذا شوفوا الناس يسحبون طيورهم. يعني اللي ما يبيع. نعم اللي ما يبيع. زين، نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تعين الطير اللي تطلبه يا حمد، وبيض الله وجهك على هذا الحضور. ووجهك ان شاء الله يا ابو علي، ما قال والله اللي هي لك اذا تحشمه. الله يطول عمرك. نعم مشاهدينا الكرام، ونخليكم الحين بعد من مع لقطات من هذا المزاد. ايراني الوزن 975. ثلاثين ألف إيراني الوزن 975. ثلاثين ألف، سمع الصوت احكي. ثلاثين ألف 975 الوزن إيراني، 15.25. تعال،
تنزل. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ومعانا هادي بن غدير الشواني صاحب محل العسيلة. حياك الله يا ابو. الله يحييك ويبقيك ويا مرحبا بكم والله في ذا المزاد الطيب، وزادنا شرف اول شيء ان حضوركم كذا وقبول ذا الجماهير ذي الطيبه، وان شاء الله هم يكونون في اكثر بعد ان شاء الله. الشرف لنا يا ابو غدير. ابغيك تكلمنا اكثر عن المزاد بصفتك صاحب محل. والله يا اخي المزاد طيب، وبالعكس وفي حافز حلو والتنظيم حلو، بس نبي بعد نكثر الاعلانات، يكون في قبول حتى من دول مجلس التعاون انها تجيك وانها تحضر، لان في بعض العالم ما تدري ان في مزاد او ما في مزاد، ونتمنى ان المزادات تكون على طول السنه اللي يكون فيها موسم الطيور يكون في مزادات، عشان الناس تقدر تبيع وتقدر تجيب وتقدر تصير في حماس في السوق. الحين السوق يعتمد على مزاد معين بس في وقت محدد ويوقف، لا احنا نبي المزاد طول الموسم اللي هو شغال يكون فيه ناس جايه وفي قبول عليه. حتى الحين الدول اللي جنبك ما تدري ان في مزاد في قطر، نبي مزادنا مثل مزاد الامارات، مثل مزاد الكويت، مثل مزاد يكون له اعلان قوي، يكون له الانسان له قبول له حضور. حتى نبي بعد يكون يدعمونا حتى الشركات الكبيره انها تقول هذا والله المزاد ينفع قطر، ينفع المواطنين القطريين هم يشترون ويبيعون، بدل ما احنا نشتري من برا لا نبي الناس تشتري من عندنا. احنا جينا طيور طيبه، بس المشكله ما في مزادات قويه عندنا، نبي حضور جمهوري قوي فيها. احنا معروفين يعني ما شاء الله كان احلى طيور تجي عندك في قطر هنا، الله يعطيك الصحه. الله يعافيك. ما شاء الله انا ذكرت انه ما فيه يعني حضور من دول الخليج. اي والله انا اشوف في المواقف يمكن كثير من السيارات الخليجيه موجوده. نعم. ونشوف الحضور موجودين. نعم. والله فيه، بس يعني شيء غله يعني، مش يعني كميه يعني واضحه انه موجودين ناس، يعني تكون فيه يعني يجونك من الامارات، يجونك من السعوديه، يجونك من الكويت. احنا نبي نفس المزادات اللي تصير برا في دول الخليج تصير عندنا احنا، يعني نبي معارض تنظيميه ونبي مزادات ونبي الاشياء هذه. يعني في اشياء، في افكار حلوه وفي ناس عندنا كذلك، غير انه مجال الطيور في مجال الرحلات وفي مجال الاشياء هذه، نبي اشياء تقوم علينا انها تساعدنا تدعمنا معانا. يعني تقصد مهم مزاد وبس، تبغي معرض؟ نعم معارض كذلك، تنظيم وكل شيء، وفي اشياء مالت الرحلات وفي كل شيء، يعني في شغلات واجده. بالعكس هذا الشيء يسعدنا احنا، نبي احنا نتوجه توجيه قوي لها. ما احنا الناس كلها معتمده على شنو؟ على المسابقات. يقول لك والله مسابقات عشان فرق الشواهين، فجايك على هدف انه بس يفرق شاهين، لا نبي الحرار لها شوط، نبي قرنس الهواء لها كذا، الجياره لها كذا، كل مسابقات نفس البحرين. نعم شوف البحرين امس صار فيها مسابقات تبوع جيره، بالعكس شجعوا تبوع، ما طيحوا من قيمه تبوع، خلوا الناس تشتري تبوع. الناس الحين كلها توجهها للشيء اسمه فرق شاهين، يقول لك لا انا ما ابي الا فرق شاهين عشان اشارك فيه في المسابقه. لا هو يمكن بغدير فرق شاهين مرغوب من زمان اكثر من باقي الطيور، هو اللي ينفعك في المقناص. بس مرغوب، بس مش انه خلي كله توجيهي على فرق الشواهين، مثل الحين انقطعت عندنا فرق الشواهين، يعني شيء بسيط جاء وجاء في السوق، شيء يعني قليل مش ينذكر ولا هو بالقيمه اللي انت تبي تعرضه لهم. يعني الحرار جاتنا بس ما لها يعني سوق مثل السوق الاول. على ايام شيواننا كان الحرار لها قيمه. نعم مرغوبه، اللي يشيل الحر كانه شال ساعه الاوركس عنده. الحين الحر ما له قيمه عندنا، هذا شيء يحزن يعني. والله ابو حمد العام يمكن اللي وصلوا فوق ال 500 فرق شاهين المشاركين بس في مسابقه. نعم هذا الكلام، لان الناس تبي الفائده وتبي تستفيد، ويقول لك والله انا ما في مقنص. لا في مقنص وفي كذا، وفي ناس تقنص برا، وفي ناس تروح مكانات، والحمد لله ملف الحباره جاتك، ملف الكراوين جاتك، كل شيء جاك الحمد لله. بس الحرار صارت بعد ما لها قيمه عندهم، لا نبي الحرار لها سوق يعني. اكيد هي الحرار لها سوق، لها مسابقات، ولها لها اكثر من فئه. انزل لكم حر بعد ان شاء الله، الحين بتشوفونها ان شاء الله. زين نتمنى لك التوفيق. اتمنى لك التوفيق. الله يرضى عليك عبد الهادي بن غدير، بيض الله وجهك. وجهك ان شاء الله، بيض الله وجهكم.
نعم مشاهدينا الكرام، ومعنا واحد من الحضور، حياك الله، مساك الله بالخير. كيف الحال؟ الله يعافيك، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك ويعافيك. كلمنا عن المزاد، هذه أول مرة تحضر مزاد؟ لا بالله قد حضرت مزادات بس يعني حضورك اليوم عشان تشتري ولا تتفرج؟ أنا جاي أتفرج وأتعلم من شيباني الصقري، هذا اللي أنا حاضر له، وما فيها شيء يعني إن كان تعلمت الشيباني لأنه فيه أمور تجهلني، يعني أنا وأنا في ذا السن تعلمت، لو وصلت للمرحلة وتعديت يعني وصلت يعني بكون كامل للصقرين وبكون من الصقرين لسوق واقف. نعم، إيش رأيك الحين في المزاد والحضور والطيور اللي نحضر؟ والله الطيور زينة والمزاد زين، مو بنفس العام لأنه ما عاد قام به يعني الصقرين ما عاد قاموا يجون السوق دائما. حضروا المزاد، شوف ما شاء الله فوق 500 شخص حضروا، بس مو مثل يعني مو بالمزاد الحماسي نفس العام. باكستاني العام مزاد حماسي والطيور قامت تنباع، الحين قاموا الصقرين يخفون بسبة أسعاره شوي ب190 ويعني غالي، هذا اللي ما خلص الصقرين يجون. يمكن لنا المزاد في بدايته، يمكن خليك نتابع المزاد وإن شاء الله بتشوف الطير. الله لا يهينك، بيض الله وجهك. مشاهدينا الكرام أيضا نترككم مع لقطات من المزاد. وارد روسيا شقر هنا في اللي خبرك منهم يا بطل، وارد روسيا بكر حياكم الله. مشاهدينا من جديد شفنا وياكم المزاد، واليوم نشوف حمد بن خجيم العذبه
ابو خالد مساك الله بالخير حاضر المزاد. الله يمسيك بالنور. اي والله اعلنوا عنه وقلنا بنحضر المزاد، مزاد كل سنه يصير. نعم. وصراحه مشكورين اللي قاموا عليه، نشكرهم صراحه على هذه البادره. يستاهلون الشكر. ابو خالد انت اليوم جاي متفرج ولا شراي؟ لا والله شراي صراحه، احنا الزين اللي بيصلح لنا بنشتري ان شاء الله. ابو خالد يمكن انا من متابعينك في السناب، اشوفك السنه رحت ما شاء الله روسيا تطرحون الطيور، طيوركم اللي وصلت تعرضونها في المزاد ولا؟ والله للاسف راحت قبل المزاد. ليش للاسف؟ بالعكس جبناها. نعم. وراحت، ولا لو على باقيه كان عرفناها. زين انها راحت، لكن عندكم طيور ثانيه اذا جات بتعرضونها؟ اكيد المزاد. اكيد نعم، عندنا طيور، يمكن بكره فيه مزاد اعتقد بكره. لا اليوم الاحد، يمكن الاحد الجاي. ايه ان شاء الله المزاد الجاي ان شاء الله نحاول نحن ننزلها ان شاء الله. شو تشوف بخالد المزادات، هي ترفع اسعار الطيور او تنزل اسعارها؟ لا والله بالعكس، المزاد هو افضل، لو يعني افضل من انك تعرضه في محل. المزاد يشوف الجمهور كله ويفحص الجمهور كله، وهذا ياخذ راي هذا والثاني يقول ياخذ راي هذا، يقول هذا الطير يصلح هذا ما يصلح. لكن لما انا اجي اشتري لي طير والحالي مو مثل لما اشتري مثل هذا يصير عليه منافسه، بالعكس اللي اشوفه هنا افضل. افضل يمكن بخالد المنافسه بترفع من سعر الطير، انت تبغي الطير وانا ابغي وهذا يبغي، ما عليه على ارفع اللي يستاهل يرفع، اللي ما يستاهل ما يرفع، ما يرفع الا شيء اللي يستاهل صراحه. والحين والسنه هذه ترى الطيور قليله، يعني انا رحت روسيا رحت ما خلينا مكان، قليله الطيور، يعني اللي عنده طير طيب الحين يمسكه ياخذه ما يخلي اذا بيقنص، قليله جدا السنه. انت تشوف ابو خالد ما شاء الله انت الحين تاجر طيور وايضا صقار وتقنص، انت ياك طير طيب وسعره زين بتخلي عندك ولا بتعرضه؟ والله شوف احنا في البداية، في بداية الموسم ناخذها تجارة الطيور. نعم. لكن خلاصنا من بداية الموسم خلاص نقنينا طيور نقنص، احنا هالمقنص من استوينا، فأكيد اني انا كتاجر طير بتنقالي لي طير خاص من الطيور بعزله لي، يعني اكيد اني باخذ طير طيب ما راح اخذ اي طير صراحة. ولا ياك شراي يعطاك فيه سعر زين؟ والله لو لا قد اخترته وخلاص، لو عطاني ولا ما عطاني من البيع صراحة، لأن كلن يدور زين لنفسه صراحة، ولا نبدي الناس على روحي. لا بغيت الصدق الطير الدورة أبو خالد وشو غير فرخ الشاهين؟ فرخ الشاهين قرناس الشاهين الحين. نعم. أنا جاي المزاد أدور لي بكر شاهين أو فرخ شاهين. نعم. هذا اللي احنا ندور. زين شفنا يمكن احنا خربنا عليك، قرناس شاهين دخل الحين؟ لا لا الحين ما دخل، الكازاخي الحر. ايه. الحر هذا الحر. هذا الشاهين اللي تبغيه؟ والله مو همشين بقلبه قبل لا يدخل. من حقك ترى، هو في نفس المزاد اذا ايه تساوم اكيد تاخذ الطير وتقلبه. لا لا بنقلب. وش المواصفات اللي تدورها في الطير بخالد؟ والله شوف بخصوص الشاهين كل صقار له مواصفات خاصه عنده في الطير، وانا لي مواصفه، فكف الشاهين بالذات الكف الروز البوز قطعه الطير نظافه ريشته اذا كان قرناس هواء، انا احب القرناس النظيف اللي ما يكون ريشه غادي واجد محترق، هذه انا احبها بالقرناس صراحه. ولا يهمني انا الحجم، حجمه 16 او 15 ونص انا ما يهمني، يهمني بس قطعه الطير شكل الطير. انا شراي يعني جاي نشتري ان شاء الله باذن الله نعين لنا الشيء اللي احنا ندوره ان شاء الله، لان في طيور ما انعرضت في السوق والليله جابوها، فاحنا جايين علشان نشوف ان شاء الله يكون لنا نصيب، كان لنا نصيب ناخذ. اذا انت الحين حاط في بالك قرناس هواء او فرخ، اذا خذيت واحد يعني مثل خذيت قرناس هواء ونعرض فرخ طيب ناخذ؟ شوف ناخذ اذا طيب. اي نعم ان شاء الله اذا طيب ناخذ. فرخ حق مرمي ولا؟ اكيد ما يبي له كلام. شوف انا السنه مرمي، انا ان شاء الله باذن الله باخذ اللكسس، بس اذا اخذت اللكسس السنه خلاص انا انتظر اخذ اللكسس عشان اعلن اعتزال. تعتزل عقب؟ اعتزل عقب خلاص، بس اهم شيء ناخذ والله ابو خالد تحريبها كلها في العارضة. اتمنى لك هي كلها في العارضة اربع سنين. نعم. لكن ان شاء الله هالسنه باذن الله بالتوفيق ان شاء الله بتاخذها من هالمزاد. الله يرحمه والديك يا ابو خالد. نعم مشاهدينا الكرام، ايضا بناخذ لقطات من المزاد على قرناص الشاهين، وبنلقاكم ان شاء الله عقب هذا اللقاء.
قرناص بكر ايراني مهرب باللنش وميت معاه ثلاثة الله يعين راعي 15000 قدوم جبنا الشاي 15000 17000 قلنا جايب خالد زاد 19 قلنا ل 20 على جيده عجيب كيف حالك ان شاء الله بخير الله يطول عمرك ماشي والله انا باش كيف الحال صار هلا شلون كيف الحال حياكم الله مشاهدينا الكرام ويانا واحد من الضيوف او الحضور في هذا المزاد نعم واحد من شباننا راشد بن فهد قريسي حياك الله ابو فهد حييك الله حييك ابو علي وسلم الله يطول عمرك ابو فهد حضرت المزاد ايش رايك في المزاد اليوم والله المزاد صراحه حال العار صراحه هذا يجب يخلي اللي يبغى يطير بناس هوا ولا ناس بيت ولا فرق انه يجي للمحل هذا وياخذ منه على حسب الحرج نعم بس ابو فهد يمكن النظام عندهم قرناس البيت ما يدخل يا وحش يا فرخ يا قرناس لا هذا لها ناس يعني يقول الأشياء هذه لها ناس والقرانيس لها ناس لكن هذا أحسن ما سويته بصراحة إيش رأيك في الحضور والطيور اللي انعرضت والله يا أخي الصراحة الطيور ما شاء الله عليها والحضور واجد وهذا أنا بنفسي يعني كنت على حسب الرسائل ينطر اليوم هذا اللي يجي فيه بس على كثر الحضور ما نشوف لطير واحد اللي انباع والله يا أخي كله مزاجة تعرف كل الهناش كل الرغبة كل يقول طير لون كذا وشكل كذا مو بي طير يعجب الواحد حضورك أبو فهد اليوم شراي ولا متفرج والله يا أخي كلها حصلت الطير مناسب شريتهم حصلت الطير مناسب أنا من جيز الجمهور هذول جاء يمكن أبو فهد أكثر الناس اللي متفرج هو اللي يشتري قبل اللي جاي يشتري صحيح أنا يعني شفت الطير اللي يصلح لي صراحة أنا بشتري بيض الله وجهك راشد فهد القريصي وتمنى لك التوفيق ما نبي نخرب عليك المزاد الله وجهك بيض الله وجهك أبو وجهك أبيض نعم مشاهدينا الكرام كان هذا تغطيتنا للمزاد مزاد طيور في سوق واقف إن شاء الله الأسبوع الجاي إذا تم مزاد وعلنا وعلا بنكون وياكم بإذن الله كل ما عندكم إخواني في الاستوديو شكرا لك يا إبراهيم وشكرا لكل الضيوف اللي أنت التقيت معهم في هذا المزاد وإذا كان في إن شاء الله مزادات في المستقبل راح نغطيها بإذن الله عمر بن سالم نعيمي مدير إدارة حماية الحماية البيئية اليوم عطلناك معانا احنا لا لكن سوق الطيور قريب احذاك نعم. الحين شفت الطيور تقدر تمر قريب وتحول عليها من قريب لو بنتكلم ابو سالم في النهايه وفي نهايه لقائنا عن كلمه توجهها اللي يبون يخيمون بالتخييم والله نتمنى انهم بس يعني الالتزام بالشروط اللي قلنا والقوانين البيئيه للحفاظ على المنطقه اللي هم فيها لنا وللجيل القادم ولعيالنا في المستقبل ان شاء الله وحنا مستعدين لأي شيء مثل ما قلنا غرفة العمليات موجودة مكاتبنا مفتوحة الوحدات الخارجية البرية والبحرية موجودة للتواصل للشكاوي للمقترحات لأي شيء حنا موجودين إن شاء الله ذكرت أنت في رقم تواصل لكم بس نعم غرفة العمليات البيئية اللي هو 998 وعلى مدار الساعة على مدار الساعة على مدار الساعة أي حد بإذن الله سواء مخيم أو غير مخيم يقدر إنه يتصل سواء مخيم نعم أي شيء 998 أي نعم يقدر يتصل فيكم أي وقت نعم يعطيكم مقترحات او يعطيكم نعم. وبالاضافه الى الوحدات الخارجيه الموجوده اللي سواء بريه او بحريه في وحدات خارجيه ايضا اي نعم تسمح لي في سؤال قبل الختام مع اني مفروض اني اختم ابو محسن خذ راحتك جعل عمرك طويل المؤسسات الحكوميه ولا الشبه حكوميه مثل اللجنه الاولمبيه وغيرها تسوي مخيمات دائما كل سنه المخيمات هذه فيها نكهه توعويه من وزارتكم ايش نوع النكهات هذه او نقول الورش اللي ممكن تقدم هناك يعني ايش ممكن التوعيات اللي ممكن نستغل فيها هذه المخيمات للوزارات ولا للمؤسسات اللي في الدولة. احنا مثل ما قلنا قبل شوي ان الوزارة فاتحة على ما قال يعني المكاتب فاتحين العلاقات العامة كل شيء على ما قال
موجودين للتعاون مع هذه المؤسسات. في بعض المؤسسات اللي نعم يفتتح بالنسبه يعني مثل ما تقول اداره المرور، الاسعافات الاوليه في بعض المؤسسات الموجوده في الدوله، يفتتح مخيم يعني للتوعيه بالنسبه لمؤسسته. احنا يعني ممكن ان نشارك معاه في التوعيه في البيئه، التوعيه في المصادر الموجوده، في التوعيه لعدم التعدي على البيئه في اي شيء من الله يعطيك العافيه. ذكرت مثلا غرفه العمليات. اي نعم، غرفه العمليات البيئيه اسمها ولا اداره العمليات البيئيه، هذه موجوده اداره فيها مفتشين. اي نعم 8 يقدر اي حد يتصل لها من اي مكان. نعم اي حد يستقبل على الرقم 998. نعم، سواء كان للاقتراحات او للشكاوي او غيره او للتواصل. اي نعم وللتواصل. نعم تمام. الله يعطيك العافيه سيد عمر بن سالم النعيمي، مدير اداره الحمايه البيئيه بوزاره البيئه، بيض الله وجهك على هذا اللقاء الجميل اللي استمتعنا فعلا فيه واستفدنا. الله يجزاك خير. الله يعطيك العافيه. انا ما قال اشكركم على حضورنا عندكم. نعم استمتعنا بوجودك معنا وشفنا المزاد مع بعض. اي نعم عند ابو علي الله يجزاك. والمزاد عاد قريب موجود، بنروح له بنروح. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نطلع فاصل قصير وبنرجع بعد المتابعه الترحيب، خليكم معنا. مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مازلنا مستمرين معاكم في حلقه الترحيب الاستثنائيه اليوم اللي كان فيها تغطيه لمزاد الطيور من سوق واقف. مشاهدينا الكرام في موضوع اخر، نظم الاتحاد الاقطري للسيارات والدراجات الناريه الجمعه بمنطقه سيلين الجوله الاولى من بطوله قطر الدوليه لقوه التحمل للدراجات الناريه الاندرور. بالفعل يا خالد، وشهدت هذه البطولة منافسات قوية بين أبطال هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم. منافسات الجولة الأولى من بطولة قطر الدولية لقوة التحمل للدراجات النارية الأندورو شهدت الكثير من الإثارة والتحدي. السباق الذي ينظمه الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية في منطقة سيلين شارك فيه نحو 60 متنافسا يمثلون 13 بلدا حول العالم، ومثلت حلبة السباق تحديا كبيرا للدراجين فيما شكل ارتفاع المد البحري عنصر إثارة جديد زاد من جمالية السباق. وتشتمل منافسات البطولة على أربع فئات هي E1 وE2 وE3 والكواد، وتتضمن المنافسة على لقب كل فئة إقامة سباقين على رمال صحراء سيرين حيث الطرق الوعرة لاختبار قوة التحمل على القيادة في مثل هذه المناطق. قطر انترناشنال اندورو كروس الجولة الأولى في موسم 2015-2016، هذا السباق واحد من أربع جولات ونوع من أنواع السباقات اللي نظمها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، مثل الموتو كروس والرود ريسنج والكروس كانتري، وهذا السباق اللي هو يعتبر مقاومة صحراوي فيه 56 مشارك على أربع فئات، فئة 250 و450 والكواد والبيترون اللي هم فوق الأربعين سنة، فيه تحدي وفيه احترافية. جاء التنافس خلال الجولة الأولى مثيرا في الفئات الأربع، حيث لم تحسم منصات التتويج إلا في الأمتار الأخيرة في ظل الصراع الكبير بين المشاركين. وتعد بطولة قوة التحمل من البطولات المهمة في أجندة الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية الذي يسعى باستمرار إلى تنويع نشاطاته في مختلف رياضات المحركات. هذا التقرير مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المميزة والاستثنائية من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات والتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب.
بالفعل وعبر انستغرام الريان تي في نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، نتمنى لكم اسبوع مثمر وبداية اسبوع مثمر وفي امان الله. مع السلامة. We'll be right back.